صباح الخير، بداية أسبوع موفقة مع لي بروموسيون اللي دايرين، العروض اللي درنا اللي دايرين لكم هاد الشهر 7 وشهر 8 فقط، حصريا شهر 7 وشهر 8. يعني العرض خاص شهر 7 وشهر 8، دايرين لكم زراعة الشهر ب 1000 الأورو، زراعة الحياة ب 1000 الأورو، الأنف ب 2500 الأورو، والتكميم المعدة ب 2500 الأورو. تخيلوا معايا من 3500 ل 2500 الأورو، ودايرين لكم بالون المعدة ب 1700 الأورو. شوفوا هاد العروض اللي دايره لكم كاملين، شامله المواصلات، الفندق، والأدوية، والتحاليل، وكل شيء، وشهادة الضمان بالنسبة لزراعة الشعر وزراعة الحرة. هو الرقم اللي تحت، توصلوا معنا حصريا شهر 7 وشهر 8 هاد العروض. الله يوفقكم. صباح النور. انا جينا نشوفوا البلاصة اللي كنديروا فيها الخدمة ان شاء الله. هادي من 3 ديال الطوابق، هذا كله غيتحل. شوفوا تبارك الله ما شاء الله، عاد كاين لتحت. الله يدخل علينا باب الرزق والتيسير ان شاء الله يا ربي. دابا عرفت علاش بزاف ديالنا تيقول لك في المغرب تنقدموا السيفيات باش نخدموا ترموهم في الزبل. راه بصح، راه من حقهم يرموهم في الزبل. واش انا شوفوا شنو طالبه الناس معاهم جنسيه تركيه، سواء من المغرب او من الجزائر، مغاربه وجزائريين ساكنين هنا عندهم جنسيه تركيه، كيدخلوا عليا من المغرب تقول لي واش نجي نخدم واخا غير الميناج، نجي وندير فورم. اختي انت ما عندك جنسيه تركيه، راه ماشي انت المقصوده. راه ملي كيكون طلب عمل راه تكونوا في التفاصيل. انا طالبه بنات مغربيات او جزائريات معاهم جنسيه تركيه، يعني مجنسات، اما مزوجات هنا ولا شاريين دار وعندهم جنسيه تركيه وعندهم هاد المواصفات وباغيين يخدموا تيتواصلوا معايا. ماشي وحده في المغرب جالسه في الدار تقول لك واش نجي ندير لك الميناج، واش نجي نخدم ممرض، اش تخدمي ممرض انت ما عندك جنسيه تركيه؟ راه عليه كاين كرموا سيفيتيكم الزبل، لانه داكشي اللي كيقلبوه باش داكشي اللي كاتبين نتوما، سي نورمال.